بس خلينا قبل ما نتكلم عن الفوز ونبارك لبعض، خلينا نروح لأرض الملعب ومراسلنا الأعزاء ولقاءات ما بعد المباراة وبعد المكسب. محمد توفيق اتفضل. ألف مبروك كابتن هيثم، مبارك لحضرتك لجمهور النادي الأهلي في كل مكان. فرحة كبيرة، كأس السوبر الأفريقي للعام الثاني على التوالي، فرحة كبيرة هنا في صالة الأمير عبد الله فيصل بالنادي الأهلي، ومعايا نجوم النادي الأهلي بعد المباراة ياسر محمد. ألف مبروك ياسر، النهارده الفوز مباراة كبيرة وأعتقد فرحة كبيرة، والكأس السوبر للعام الثاني على التوالي. الحمد لله ربنا كرمنا، اللعيبة عملت اللي عليها، اللعيبة كانت نازلة عايزة البطولة دي بالذات، بطولة بتأهلنا للسوبر جلوب، كنا عايزين نلعب سوبر جلوب تاني مرة على التوالي. البطولة ليها أجواء خاصة، البطولة الجماهير ليها بيساندنا بطريقة خاصة. الحمد لله قدرنا نحقق البطوله، وان شاء الله لسه في بطوله كمان. يعني ياسر، احساسكم بقى البطوله المره دي في وسط جمهوركم ووجود الجمهور الكبير ده، كان احساسكم عامل ازاي؟ احساس جميل طبعا، كان نفسي الجمهور يملى الصاله اكتر من كده. مقدرين الوضع ومقدرين الجماهير كلها، بنشكر الجماهير سندتنا سواء من الصاله او سندتنا في البيت، بنشكرهم كلهم، وان شاء الله نفرحهم الفتره الجايه باجازات اكتر. الف مبروك وموفقين دايما في اللي جاي. مكملين لقاءاتنا كابتن هيثم، ومعانا مصطفى خليل واحد من نجوم المباراه ونجوم النادي الاهلي. مصطفى الف مبروك الفوز، بطوله اعتقد مختلفه وفي وسط جمهوركم النهارده. طبعا اول حاجه ببارك لجمهور النادي الاهلي اللي جه النهارده وكان سبورت لينا بشكل كبير جدا. بطوله مهمه ضد نادي الزمالك، وبحب اشكر الفرقه كلها، الجهاز واللعيبه، وطبعا احب اشكر مجلس الاداره على الدعم. الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب البطوله دي عندنا في ارضنا، وان شاء الله نوعد الجمهور ان احنا نكسب البطوله افريقيا ان شاء الله برده على ارضنا، وعايزينهم برده يفضلوا في ظهرنا كده، وان شاء الله نوعدهم ان احنا نكسبها باذن الله. في لحظات كانت عصيبه كتير جدا في المباراه، يمكن في اخر الوقت كان الزمالك قرب من الاهلي، الحمد لله قدرتوا تتعاملوا مع المباراه. كلمنا عن الجهاز الفني والتايم اوت المهم جدا اللي اخده النهارده مستر ديفيد. طبعا كده كده مباراه ديربي فهي بتبقى صعبه جدا، فاحنا بنستنى التعليمات، واحنا كده كده بنلعب بنظام معين او سيستم معين، فهو ده اللي خلانا نكمل في المباراه بالشكل ده. شكرا وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا واحد من نجوم الفريق ولكن على الخطوط، كان دايما نجم النادي الاهلي ودايما كان بيمتعنا، كان النهارده على الخطوط كمان متعنا كابتن محمد ابراهيم المدرب العام للفريق. الف مبروك الفوز، اعتقد بطوله غاليه، واللي خلاها غاليه اكتر انها فوز جمهور النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، يعني زي ما انا بقول دايما كانش ينفع الناس دي تبقى جايه على ارضنا ولا قدر الله يحصل حاجه غير المكسب. يعني تخيل كان الزعل هيبقى دبل والدنيا ما كانتش هتبقى لطيفه. فطبعا الحمد لله بشكر ربنا وبشكر الناس اللي وقفت جنبنا، بشكر الجمهور الكبير اللي جه النهارده، واقول لهم يعني تعالوا وقفوا جنبنا واللي جاي افضل ان شاء الله. كابتن محمد، يمكن اتكلمنا النهارده قبل المباراه كده قبل المحاضره الفنيه، قلت لي عندنا غيابات كتير جدا، بس احنا مركزين وان شاء الله نلعب على البطوله. الحمد لله، احنا من اول يوم جينا قلنا احنا بنراهن ان احنا بنلعب كفريق، احنا ما عندناش، احنا مش فرقه عندنا نجم بيجيب لنا في الماتش 10 تجوان، لا احنا 20 لعيب، ناقصنا خمس ست لعيبه في اثناء السيزون طويل، لا والنهارده ناقصنا 2 لعيبه، لكن الحمد لله النظام في اللعب والانضباط، الطريقه اللي بنستخدمها سواء في الدفاع في الهجوم، واحد بيخرج واحد بيدخل ما بتحسش بفرق، هو ده الحمد لله النجاح الحقيقي، ان انت عندك نظام بتلعب بيه وطريقه ما تفرقش مين اللي موجود، لكن احنا بنلعب از تيم او كفريق. كابتن محمد، النهارده حصلنا على بطوله، لسه عندنا بطوله مهمه جدا، كاس الكؤوس، تقول عنها ايه؟ تقول جمهور النادي الاهلي الكبير ده بيه. اقول طبعا احنا النهارده هنفرح، نحاول نفرح اقصى حاجه نقدر نعملها، لكن من بكره الصبح هنقفل صفحه السوبر وهنرجع نركز في بطوله افريقيا، لانها بطوله ما تقلش اهميه عن بطوله السوبر. والحمد لله احنا جاهزين، والفرق اللي في البطوله مذكرنا من الفتره اللي فاتت، ف ستيب او خطوه خطوه ان شاء الله نرجع تاني، لان انت لما بتوصل للبيك كفريق ممكن ادائك يبدا ينزل، لكن ان شاء الله نرجع نعوض ونرجع على تاني. شكرا كابتن وبالتوفيق باذن الله، ان شاء الله مستنيين كاس الكؤوس ليكم، وشكرا على وجودكم ودايما في ظهرنا كده. شكرا كابتن هيثم، دي كانت لقاءاتنا مع مجموعه من اللاعبين وكابتن محمد ابراهيم بالطبع المدرب عام الفريق، مستمرين في تغطيتنا ونقل الفرحه الكبيره هنا في صاله الامير عبد الله فيصل. كلمه ليك كابتن هيثم، اتفضل. محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، الفرحه موجوده والتركيز في بطوله السوبر الافريقي موجود، ان شاء الله هنفرح النهارده زي ما احنا عايزين، واكيد الفريق من بكره هيدخل تاني لتركيزه عشان بطوله ابطال الكؤوس اللي ما تقلش ابدا عن اهميه مباراه السوبر النهارده باذن الله.